اللي حصل الساعة 2:30 الفجر سمعنا الضربة، هذا ما احنا ايش دارين، يعني غارتها هستيرية، يعني لا عاد بيش معاهم اهداف ولا معاهم ان يضربوا ولا معاهم ان يزيلوا، يرجعوا يضربوا لك الشوارع ويضربوا لك بيوت المدنيين والاحياء السكنية ان يزيدوا يزيلوا، ما عاد بيش معاهم اي شرف ولا عاد معاهم اي دين. الساعة 2:30 الليل تعرضنا الى 4 صواريخ قصفوا الحي هذا، منطقه سكنيه ما فيش حاجه، خوفوا النساء والاطفال والمساكين، ما فيش عندنا لا معسكرات ولا عندنا زاويه وهدار ولا ايش يدوروا، هذا لا يخوفوا خلق الله ما يخاف من الله، هذا الظلم هذا لا يجوز.